السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز للأخبار. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله. إذا من المنتظر أن يقوم الناخب الوطني جمال بالماضي بتوجيه الدعوة لبن رحمة نجم برينتفورد الإنجليزي بمناسبة المواجهتين المرتقبتين أمام كل من غامبيا ولحساب تصفيات كأس إفريقيا وكذلك أمام تونس المندرجة في إطار مباريات التحضيرات الودية. وتأتي هذه الخطوة من مدرب الخضر بعد تألق اللاعب خلال النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث شارك في 27 مباراة وقدم أداء رائع. اللاعب يبحث على إعادة الاعتبار بعد التهميش الذي تعرض له في الدوري الفرنسي. كما أذكركم أن اللاعب ظهر مع المنتخب الوطني الجزائري في مناسبة واحدة من قبل وكانت في سنة 2015 ضد المنتخب السنغالي. خلال هذه السنة سنة 2019 بن رحمة هو أكثر من شارك في أهداف فريقه في الدوريات الخمس الكبرى مع الشامبيونشيب، متفوقا على كل من ميسي ومبابي، بحيث ساهم في 12 هدف، سجل 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، بينما اللاعبان ميسي ومبابي ساهما في 11 هدف لكل منهما. اللاعب يستحق الفرصة، يستحق التواجد مع المنتخب الوطني الجزائري، ومن دون أي شك هو يعتبر إضافة كبيرة للخط الأمامي للمنتخب الوطني الجزائري. نتمنى أن يستدعي جمال بالماضي اللاعب بن رحمة وأن يتألق هذا الأخير ويساعد المنتخب الوطني الجزائري في المباريات القادمة إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، قبل نهاية الفيديو وددت أن أترك لكم المجال مفتوح في التعليقات من أجل إعطاء آرائكم وتوقعاتكم بالنسبة لقائمة الناخب الوطني جمال بالماضي، إعطاء أهم أو اللاعبين الذين تظنون بأنهم سوف يكونون حاضرين مع المنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعد العودة القوية للاعبين الجزائريين في الآونة الأخيرة وتألقهم في الملاعب الأوروبية أو في الدوري الجزائري. إذا أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.